دي مهمه الرجل وليس مهمه المراه. بحس ان الستات ماديات بصراحه. بعد كده هيكون استغلال وهيكون حق مكتسب. هو بيشتغل وعنده راتب، وهي بتشتغل وعندها راتب. طيب وقت الفواتير والشوبينج هو حيقبل هي تدفع؟ وبالحاله هي بتساعده ولا بتصرف عليه؟ واذا دفعت هي فاتوره الكهرباء وشويه اغراض من السوبر ماركت، شنو تعتبروه؟ تعاون ولا تنازل؟ واذا اختلفوا كيف ممكن يتفقون؟ قررت اقابل شاب وبنت ما بيعرفوا بعض واشوف رايهم بهذا الموضوع. الصراحه الراجل هو المفروض يمسك ميزانيه البيت وهو يصرف على كل شيء. يعني انا متجوزه علشان استريح، علشان متطلباتي كلها تكون مجابه. انا مش اي تي ام، فهو الموضوع بكل بساطه هو بالمشاركه. احنا مش انا كنت عايش لوحدي وكنت بصرف على نفسي لوحدي في الاول، فما اتجوزتش حد عشان يكون حمل عليا. الراجل المفروض هو اللي يكفي البيت كل احتياجات البيت. كل واحد منهم عنده وجهه نظر بهذا الموضوع، بس في راي ثالث بيحكي انه اذا كان راتبها اعلى من راتبه المشكلة حتكون معقدة شوية، وموضوع الصرف حيكون قنبلة موقوتة في عش الزوجية. لو أنا راتبي أعلى صراحة مش هوافق أني أتجوز حد راتبه أقل. بحس أن الستات ماديات بصراحة. أكيد طبعاً مش بدور على شوجر دادي، حاجات أساسية الراجل هو اللي يقوم بيها، حاجات إكسترا خاصة بي أنا مثلاً شنطة عايزة أشتريها أنا هشتريها. أصل أنت عايزة تصرفي على نفسك بس في الميك اب وفي الشنط وفي الخروجات وفي الكلام ده كله. هل معقولة مع وجود النساء العاملات يبقى الرجل هو المتكفل بكل مصاريف المنزل من دون أي مشاركة من المرأة؟ الخوف من أن الست تتعاون أن يحصل استغلال ويكون حق مكتسب. هي الست لو صرفت في الأول وبتقول أن هو استغلال، هو مش استغلال خالص، اصل هي بتصرف على بيتها، بتشارك جوزها في البيت. انت بتصرفي على نفسك، انا كمان هصرف على نفسي، ساعديني في البيت. انا شايفه الصراحه لو السيده بتصرف على نفسها وبتساعد في البيت وبتساعد في الاولاد يبقى هي كده سنجل ماذر. دي من وجهه نظري. ما ينفعش تتاخد بالمنظور ده او بالطريقه دي. انا بقى ساعتها لو انا هصرف هتحكم فيكي بقى، ما تجيش تقولي لي بقى ايه انا عايز اخرج او بتاع، اقول لك لا انا هصرف بقى بس بمزاجي خلاص. هذا الراي ما يمثل الا اصحابه، ومو معناها اذا هو بيصرف لازم يتحكم. على حسب هم متفقين على ايه من الاول. في الاول هيحس بمشاركه وتعاون وحب، بعد كده هيكون استغلال وهيكون حق مكتسب. مش صرف عليا، هي مساعده، هي بتساعد في بيتها، هي مش بتصرف على جوزها، هي بتساعد في بيتها، لان هو في الاخر الموضوع هو مؤسسه. لو انا مثلا رحت السوبر ماركت واضطريت ادفع الفاتوره انا هسيبها له عشان يحاسب فيما بعد، يعني لما تتوفر للظروف يديني الفلوس اللي انا دفعتها. ان الدنيا بقت غاليه وبقى في غلاء معيشه والدنيا بقت صعبه، فمش غلط ان الناس تشارك بعض. مثل ما في شباب بيطالبوا بهذه المشاركه، في اخرين بيرفضوها تماما، وفي اللي بيسحب راتب زوجته اول ما ينزل بالحساب. وانتوا شو رايكم؟ هل الزوج حق براتب زوجته؟ وهل هي لازم تشارك بمصاريف البيت؟